السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. كديري لبس عليكم، نتمنى أنكم تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. هو فيديو اليوم يلقاكم تمام الصحة والعافية، ورمضان كريم الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة والهنا والتيسير إن شاء الله، وباش ما كتمنوا يا ربي أمين. هنا غادي نقدم معكم هاد طورطات ميني طارت اللي كيجيو بهذا الشكل، هذا كيكات صغار ديال المول العجيب، وبهاد الكريمه هذه ديال الفراوله. غادي نوريكم واحد الكريمه اللي كتجي ساهله في التحضير ديالها ولذيذه بزاف، يعني ما كتجيش مسكره كما كنعرفوا الكريمات الاخرين كيديروهم بحال الكونفيتور. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه اللي كتجي زوينه صراحه، وباش ما جلسات في الثلاجه باش ما كتقال وما كتسيحش نهائيا. وبسم الله على بركة الله، خليكم معايا باش ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي في المقادير 3 ديال البيضات، نص كاس ديال السكر كما كتعرفوا انا ما كنبغيش نكثر السكر بزاف، وكاس ديال عصير الليمون، كيس واحد ديال الخميرة، وكيس ديال الفاني، وكنخلطوا جميع العناصر كيف العاده. يعني غادي نخلطوا مزيان البيض والسكر والفاني، غادي نضيفوا الزيت شويه بشويه، عاد غادي نضيفوا عصير الليمون والدقيق. وملي ندير الدقيق والخميره كتزيدوا واحد معلقه ديال معلقه كبيره ولا متوسطه ديال الخل. هذا هو السر ديال هاد الميني كيك ولا طرطات، يعني محتاجيتش انني نسقيهم نهائيا، كيجيو رطبين حيت التفاعل ديال الليمون عصير ديال البرتقال والخل والخميره كيعطيو داك القوام اللي كيكون رطب، يعني ما تحتاجوش انكم تسقيوها. ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم، وخليكم معايا. دابا غادي ندير الباقي ديال الدقيق اللي غربلنا مع الخميره، ونديرهم في ليمول وكتدخلوهم الفران، كتشعلوا ليهم غير من التحت واحد المده ديال 20 دقيقه حتى يعني حتى كيكونوا رقاق. هاد ليمول هادو ما تحتاجوش انكم تعمروهم كما كنعرفوا المول العجيب وبالخصوص ليمول الصغار ما كنعمروهمش حيت كيتقلبوا، يعني ما كاينلاش انهم يتنفخوا. كنديروا غير شويه في ليمون، خلوهم الفران داو معايا تقريبا 25 دقيقه حتى 30 دقيقه، ما جهدتش بزاف الفران، خليته على درجة الحرارة 220، خليهم واحد المدة. من بعد ما كيطيبوا من التحت كتشعلوا ليهم الفوق يتحمروا شوية وتخرجوهم، وكتخليهم شوية كتكفيو عليهم شي زيفة ولا شي سربيتة بحال هكا، وتخليهم حتى يعني حتى كيعرقوا باش كيتفكوا مع المول بسهولة، ما تحيدوهمش وهما باقي سخان حيت كيتفرتتو. هذه تخليهم تغطيهم شي زيف واحد المدة ديال 4 ديال الدقائق حتى يبردوا شوية. من بعد ما يتفكوا من الليمول غادي نحيدوهم وندوزو باش نوجدوا الكريمة ديال الفراولة، خليكم معايا. غادي ناخذوا الكميه واحد الكميه يعني اللي تكفانا للطرطه اللي درنا، ولا درتو طرطات فرديين بحال هكا اللي صيبتها ولا طرطه كامله. نتوما غادي تعرفوا عينكم ميزانكم شحال غادي قدكم ديال الفراوله. هنا تقريبا عندي 225 غرام تقريبا، يعني الرابعه ديال الفراوله غادي اولا زايده بشويه. غادي نقطعها ونحيد دوك الجوايه اللي يعني اللي خامجين اولا شي جهه اللي بانت لينا مضروبه، غادي نحيدوها ونقصوهم لطريفات صغار، نديروهم في شي كاسرونه وغادي تحطوهم على نار اللي متوسطه. درت ليهم هنايا غير معلقه ونص ديال السكر سنيده، وغادي تخليهم على النار. كاين اللي كيطحن الفراوله هي الاولى ما كيجيش زوين نهائيا، يعني كتطلق ديك الماء ديالها، واخا ديروا ليها نشا ما كتجيش زوينه، وكيزيدوها بالملون، يعني شي حاجه اللي ماشي طبيعيه، وكتجي حتى في المذاق ناقصه. هنايا غادي نخليوه واحد المده حتى كيتعجن. هنا غادي نعجنو بشي مغرفه ديال الخشب اولا ديال السيليكون، غادي تحركوه بهذه الطريقه هذه حتى يعني حتى كيتمعس، ونخليوه مره مره غادي نحركوه بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليوه على نار تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى كيولي بحال مربى. عاد غادي نديروه في الميكسور، هنايا من بعد ما دفى غادي نديروه في الميكسور، نمكسيه
اون دوزو نزيدو ليه معلقه اولا معلقه ونص ديال النشا. بغيتو تضيفو حتى ساشي ديال الفلون، فلون ديال الفريز ممكن تضيفوه. انايا هنا درت غير معلقه ديال النشا، وغادي نخلطوه هاد الكريمه مزيان. نحطوها على البوطه على نار مهيله واحد المده ديال ما داتش معايا بزاف، 4 ديال الدقائق اولا 5 ديال الدقائق، حيت ديجا كتكون سخونه الكريمه دغيا كتعقد وما تشوفوهاش هكا، يعني راه دغيا تجمعات. غادي نوريكوها ما كتسيحش، ولكن بعد ما دوزات مده في الثلاجه واحد 5 ديال الدقائق اولا 10 ديال الدقائق. هذه قطعتها قبل ما تدوز ديك المده باش نصور لكم. نتوما ملي غادي تخليوها في الثلاجه مثلا بحال دابا رمضان، غادي تطوها في الثلاجه قبل المغرب حد نص ساعه، غادي تعقد الكريمه تماما، ما غاديش تسيح معاكم. اولا تحطوها غير برا ديال الثلاجه راه غادي تبرد، باش ما كتبرد باش ما كتعقد، و الا زدتو ليها الفلون راه غادي تكون افضل. وما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما كنبغيش نطول عليكم بزاف، سمحوا لي طولت الهضره في هذا الفيديو هذا. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وتشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش، وتخليوا لي تعليق ولايك ان شاء الله باش تشجعوني. وبالصحه والراحه مره اخرى، شهيه طيبه، والى اللقاء، الى فيديو مقبل بحول الله.